تنظرهم المستقبل ان يخدمون واقع كره دكتور عف المعجبات هسه عف المعجبات ذهب يا ذهب خلصت علي ذهب وفضه وتراسل متونس والله صراحه متونس بكلام الكابتن تراسل والله حكام يعني هسه احد الحكام وقتها ادري الحكام ما يدرون انت طالع على الهواء لا 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 فعلا والله هاي احد صوتهم هسه الان هو جالس ممكن صوتهم يريد يوصل الكابتن يعني كابتن كرار جاسم من الديوانيه وجه له التحيه يعني تسجيل رساله يعني اشاد في ما داعي احكي هذا الموضوع بس قال اني هم تم ركني حالي حال جاسم كاظم وابتعدت عن التحكيم زين بس انت عندك بمنشورك تقول والمفاضله الفاسده ما اعرف شنو تقصد بالفاسده ها تمام حقيقة أنا يعني ترشحت الإشارة الدولية لثلاث مرات مرتين كانت يعني مؤكدة المسألة صارت باتجاهات أخرى المسألة الأولى صارت أكو يعني شلون مثل ما يقول لك على الكراسي صراعات على الكراسي أنه أنت فلان فلان ما يروح وأنت تبقى بالكرسي فبالتالي ضحى بالحكام ضحى بالمواهب التحكيمية في سبيل الكرسي أنا ما أتكلم عن شخص أنا أتكلم عن كرسي مهنة كرئيس لجنة حكام ما أتكلم عن شخص طيب. دكتور نجاح طيب. فبالتالي المسألة وين صارت العفو أبو حسين المسألة صارت بالسنة بعدها السنة بعدها وضعوا معايير خاصة اختبارات وبالتالي دخلت للاختبارات الحمد لله والشكر طلعت الأول بعد ما طلعت الأول تم تهنئتي من قبل ثلاث أعضاء من لجنة الحكام إنه أنت الأول وبارك الله بيك ومبروك استلمت الشارة الدولية تهنيت تفاجأت ورا يومين غير من نفس الشخص لا بعد ما أعرف الإسماء لحد الآن ما لم يتم إرسالها اتصل بي قال لي أخوي اتحرك قلت له وين شو أسوي قال لي اتحرك مسألة دخل بها وزير دخل بها محافظ أتكلم بكل صراحة أنا أخوتي هم حكام أخوتي لكن المسألة الحقوق يعني المفروض أنه إحنا نتكلم بها بكل صراحة دخل بها السيد الوزير وزير الشباب والرياضة في ذلك الوقت السيد عبطان ودخل بها الأستاذ عبد الخالق مسعود رئيس لجنة رئيس الاتحاد في ذلك الوقت فبالتالي أصبحت مفاضلة في ذلك الوقت فبالتالي المفاضلة أصبحت يعني اللي واحد مدعوم من وزير ورئيس اتحاد بعد يا أحمد ذاري تحياتنا لأحمد فدوى لقلبك لكن أنا حكم أنا اليوم أدخل كحكم عندي اختبار عندي جانب نظري عندي لغة الميدان هو اللي يقيم عندي شهادة الحمد لله والشكر عندي مكانة بالمجتمع عندي سيفي قوي أنا لحد الآن ما عندي أقسم بالله مباراة واحدة عندي بها خطأ مؤثر انطوني اياها لا بس لا تطلع من الموضوع وراحت الشارة الدولية راحت الشارة الدولية بناء على شنو؟ بناء يعني على الوزير أو الوزير أو رئيس الاتحاد من دعم حكم آخر ليش؟ مقرب صديق اخ زميل غير اكو اسباب يعني ما اعرف هي احزاب او علاقات علاقات تدخل بها الكثير من الامور